كنت لاحظت أن وزارة الموارد المائية أعلنت عن الخزين متدني وصل لحدود 7 مليارات بعد مكعب بعد سنوات جفاف لمدة 4، وحاليا نصرف بحدود 1.5 متر مكعب، وبدأت ارتفاع درجات الحرارة مبكر وبدأت الشحة تكون أقسى. لكن بالنسبة للمفاوض العراقي ما يخص سؤالك، احنا مرارا من منبركم الكريم والمنابر الإعلامية تحدثنا على أن المفاوض العراقي مفاوض ضعيف طيلة هذه الفترة، كون أنه هذا الملف لم يأخذ أولوية، وبدليل أنه مفاوض ضعيف فشل المفاوضات أو لم تكن هناك مفاوضات أو لن نتبع الطرق المتعارف عليها في العرف والقانون الدولي في عملية الخلاف بين الدول المتشاطئة. أنا أعتقد هذا الملف لربما خضع في بعض الأحيان إلى المجاملات، في بعض الأحيان خضع، مثل ما تكلمتي أن احنا اليوم أنه ملف المياه يكون بيد على سلطة، بسبب أنه المياه اليوم أصبحت سلعة يجب الحفاظ عليها، وخاصة الكرة الأرضية تشهد عملية اضطراب، تشهد عملية تغيير بالمناخ، تشهد عملية بنقص بالمياه، تشهد عملية زيادة بالموارد البشرية، هناك مجاعة، هناك تهديد للأمن الغذائي. هذه كل حقيقة العراق كان بعيد كل البعد عنها، لم يصل إلى مرحلة مثل ما تفضلتي جنابك، دائما كان يعني دائما على حلول السماء، لكن الآن الوضع تغير. نحن الآن نعيش لدينا مناطق منكوبة، لدينا أضرار كبيرة، ولربما القادم قادم بأن كنا نتكلم عن سنين والآن نتكلم عن أشهر وأيام، كنا نتكلم عن انخفاض بالزراعة واليوم نتكلم عن مياه شرب. يعني اليوم من حديثنا على ملف المياه حقيقة سيكون أكبر تحدي، ويشكل خطر ليس فقط على الحكومة، أنا أقول سيشكل خطر حتى على العملية السياسية برمته، خاصة وأن العراق الآن يمر بظرف حرج. إذن لذلك علينا أولا اليوم حقيقة بكل صراحة، لا يستطيع العراق المفاوض إلا أن يكون أن يستعين بمفاوض قوي، وهي حقيقة وعلى الكل وهم يفهموها لكن لا يقرون بها، أن اليوم العراق بحاجة ماسة إلى تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، بحاجة ماسة إلى تدخل الاتحاد الأوروبي، بحاجة ماسة إلى تدخل البنك الدولي. يعني هذه أمور يجب على الكل أن يعني حتى إذا حاول إخفائها، لأن هذا الوضع حقيقة وضع صعب ووضع يهدد. أنا قلت نحن نتكلم الآن عن مياه شرب ونتكلم عن أيام، لاحظي نحن في نهاية يعني نهاية فصل الشتاء، لم لحد هاللحظة بالموسم الربيع ما دخلنا احنا لموسم الصيف اللي يكون بارتفاع درجات الحرارة، والآن بدأت عندنا المعاناة وبدأت عندنا الآثار السلبية.